اهلا بحضراتكم مره تانيه في الريمونتادا، ولسه مكملين مع احمد مجدي. ويمكن مجدي قبل الفصل كنت بسالك على محمد محمود وزياد طارق بالتحديد، شايف النادي الاهلي في كلام ان ممكن محمد محمود قبل يعني في خلال الاربع ايام الجايين قبل قفل باب القيد يوم 10 ممكن يبقى مش موجود، وكذلك زياد طارق، شايف الموضوع ده ازاي؟ بص، يمكن محمد محمود يعني قبله سوء حظ كبير جدا باتنين صليبي، لكن في الوقت في نفس الوقت قعد فتره كبيره جدا في النادي الاهلي ما بيلعبش، يعني كان مشاركاته قليله جدا جدا جدا، وبرده ما فيش كانش في الاريحيه اللي موجوده اللي تخليك تلاعب واحد تجهزه في النادي الاهلي. فانا من وجهه نظري محمد محمود ممكن يطلع، يعني يعرف يطلع ويلعب باستمرار وبالتالي. انا خلي بالك دلوقتي لعيب الكوره، انا من وجهه نظري مش اللي هو موجود في نادي كبير وخلاص، لا انا لازم العب متواجد وارجع فورمتي، وممكن ارجع النادي الاهلي ثاني وبعد كده اروح منتخب مصر وهكذا. ترشح له انديه ايه؟ يعني شايف محمد محمود ممكن طريقه لعبه تمشي مع نادي ايه؟ ممكن تمشي مع المصري، مع كابتن ايهاب جلال، عاوز فرقه المصري تلعب تستحوذ على الكوره كويس، يعرف يقف على الكوره، يعرف يطلع، يعني من اللعيبه اللي تعرف تستحوذ على الكوره كويس جدا. يعني عاوز الفرقه اللي تعرف تمسك الكوره كويس. المصري ممكن سيراميكا، من برضه الفرق اللي عملت صفقات كويسه بتلعب كوره، اسلوب تاكس ممكن برضه يمشي مع محمد. بس عنده بيراميدز عنده كتير. عنده منطقه كتير جدا يعني. لكن زياد طارق اعتقد انها تبقى غلطه كبيره جدا من الاهلي لو طلع. يعني الولد ده شفت يعني مختلف، اللعيب اللي هو اللي عنده المهاره الفرديه واحد ضد واحد ده مع يعني شخصيته كمان شخصيته شخصيه النادي الاهلي اللي هو يعرف يروح واحد ضد واحد ما عندوش مشاكل ويعرف يعدي. كل الانديه في اوروبا كلها بتجري على اللعيب ده دلوقتي، لان الفوارق الفرديه في الحته دي بالذات بتعمل فرق كبير جدا جدا جدا. والولد لعب وعمل شغل كويس مع النادي الاهلي، وما تحسوش ان هو ناشئ، ما تحسش ان هو ناشئ، زي ما حضرتك بتقول الشخصيه موجوده. والاهلي محتاج في المنطقه دي لعيبه، يعني محتاج في المنطقه اللي هي الاماميه دي محتاج فيها لعيبه، ومحتاج فيها كواليتي مختلف. مش كل اللعيبه تبقى شبه بعضها، مش كل اللعيبه بتجري، مش كل اللعيبه بتاخد في مساحات. لا، محتاج واحد ضد واحد في وقت من الاوقات، محتاج واحد ياخد في مساحات، واحد يمسك الكره في رجليه، محتاج جزء مختلف عن كل لعيب عن التاني. فانا اعتقد زياد طارق هتبقى هو ممكن الاهلي يفكر فيها ان هو عاوز يروح يلعب ويتألق ويلعب السنة كاملة ويرجع له، لكن أنا شايف إن هو في الوقت الحالي النادي الأهلي ممكن يحتاجه.